السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله، كل عام بخير يا شيخ. وانت طيب؟ لي عندك سؤالين يا شيخ. تفضل. اولا، سامي التشريق فيها شيء؟ نعم. ايام التشريق سامي فيها شيء؟ لا تصم ايام التشريق، ايام التشريق لا تصام عند جماهير العلماء، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. نعم. ومن العلماء من حرم صيامها. نعم نعم.